السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى جولة الصحافة، ونبدأها معكم بأبرز ما عنونت به الصحف لهذا اليوم. والبداية من صحيفة العرب اللندنية، حيث عنونت: المجلس العسكري في السودان ينشط خارجيا مع تصاعد الضغوط الداخلية. أما صحيفة الحياة اللندنية فقد كتبت: بغداد تعرض التوسط بين طهران وواشنطن، وظريف يأمل بمعاهدة عدم اعتداء في الخليج. أما مع أبرز أخبار الصحف الخليجية فقد عنونت صحيفة الشرق الأوسط السعودية: خادم الحرمين يستقبل ولي عهد دبي ورئيس مجلس الأمة الكويتي وأئمة المسجد الحرام. أما صحيفة العرب القطرية فقد كتبت: رسالة من وزير الخارجية لوزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي. وفي انتقالة إلى أبرز أخبار الصحف التركية فقد عنونت دلي صباح: أردوغان يعلن افتتاح جزيرة الديمقراطية والحرية أواخر 2019. أما مع آخر أخبار الصحف التركية فقد كتبت يني شفق: أردوغان يهنئ رئيس حكومة شمال قبرص التركية الجديدة. والآن مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع أبرز الرسوم الكاريكاتيرية في الصحف لهذا اليوم. إذن بعد متابعة أبرز الرسوم الكاريكاتيرية في الصحف لهذا اليوم، دعونا ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى تقرير اليوم: إفراجات مصر هل من دلالات؟ نتابع معكم هذا التقرير ونعود للمناقشة من جديد. لم تكن الحالة الأولى للإفراج عن سجناء سياسيين في مصر منذ انقلاب الثالث من تموز يوليو 2013، لكنها كانت أكبرها، ولذا فقد فرضت نفسها على ساحة التحليل والتخمين لمعرفة دلالاتها، وما إذا كانت تمثل نهجاً جديداً لنظام السيسي نحو التهدئة، أم إنها إعادة انتشار بالمفهوم العسكري، أي إخراج معتقلين وإدخال آخرين لمواجهة التكدس الشديد في السجون المصرية، حيث بلغ 400% حسب تقرير سابق للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أم إنها انحناءة عابرة لضغوط دولية ضمن حسابات سياسية أخرى للقوى الضاغطة، أم إنها مصيدة يتم من خلالها التعرف على أصدقاء وزملاء المفرج عنهم الذين قد تكون سلطات الأمن عجزت عن الوصول إليهم، أم لغير ذلك من أسباب. وفقا لمجمل التطورات السياسية والأمنية في مصر، لا يمكن اعتبار هذه الموجة تحولا في سياسات نظام السيسي باتجاه التهدئة، ذلك أنه في الوقت الذي أفرج عن هؤلاء المعتقلين كانت قواته تعتقل آخرين، بل إن قوات أمن النظام قتلت بدم بارد 12 معارضاً من المخفيين قسرياً لديها، وقد تمت تصفيتهم ثأراً لحادث الحافلة السياحية التي تم تفجيرها أمام المتحف المصري قبل عدة أيام، كما صفت قوات الأمن آخرين من المخفيين قسرياً في سيناء بمزاعم انتمائهم لتنظيم الدولة. تصعيد الضغوط الحقوقية والقانونية والسياسية والميدانية
على نظام السيسي محليا ودوليا هو وحده الكفيل بالإفراج عن المزيد من السجناء وصولا إلى الخلاص الكامل من النظام العسكري الإنقلابي واستعادة المسار الديمقراطي والحكم المدني. والتحية واجبة لكل من يساهم في تلك الضغوط، وخاصة المنظمات الحقوقية المصرية والدولية والنشطاء الحقوقيين ووسائل الإعلام الحرة. للتعليق على هذا الموضوع وللمزيد أكثر من التفاصيل مشاهدين الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الهاتف المحلل السياسي المصري السيد محمد الجبة. أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمد. بداية، يعني الإفراج عن سجناء سياسيين في مصر، هذه الحالة لم تكن الأولى من نوعها لكنها كانت كبيرة بالنسبة لعدد خروج المعتقلين السياسيين، لذلك يعني فقد فرضت نفسها على ساحة التحليل والتخمين أيضا لمعرفة دلالات هذا الموضوع. برأيك ما دلالات يعني إفراج عن سجناء السياسيين في مصر في الآونة الأخيرة؟ بعد صحيح حضرتك وللسادة المشاهدين، هناك بعض الأمور التي يجب أن نحددها بداية. نعم. هل هؤلاء المعتقلين سياسيا، هل هؤلاء المدعون بجور مصر ارتكبوا جرما أصلا يستحق عفو أو غير عفو، يستحق وجودهم في السجن؟ المسألة الإجابة لا. هذا أمر متفق عليه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، عبد الفتاح السيسي دائما ما يدير المسألة في مصر بمنطق الشو ومنطق إن تاخد لقطة. العدد كبير، العدد قليل، هي مسألة بيكتشف فيها لقطة تقال أو يقول فيها للمجتمع الدولي أنا يعني حريص على حرية البعض وحريص على إطلاق سراح البعض. لكن الحقيقة الأخرى هو هناك ما يزيد عن 60,000 معتقل سياسي مصر لم ينالوا حريتهم وهي حق لهم. هي مسألة. نعم سيد محمد، هل تسمعني سيد محمد؟ يبدو أن الاتصال قد انقطع مع سيد محمد الجبة المحلل السياسي المصري. سوف نحاول معاودة الاتصال معه في سياق هذه الفقرة. إذن كما تابعتم يعني مشاهدين الكرام، الإفراج عن سجناء السياسيين في مصر يعني ما هي إلا حالة تكررت في الآونة الأخيرة، لكن هذه الحالة في الأيام القليلة الماضية وصلت إلى أكثر من 560 شخص أو فرد من السجناء السياسيين الذين تم الإفراج عنهم، لكنها يعني فرص هذه الإفراجات يعني فرضت نفسها الآن وأكثر من أي وقت مضى على ساحة التخمين والتحليل، وما هي دلالات هذا الموضوع؟ كنا نتحدث مع السيد محمد عن دلالات هذا الموضوع ولكن الاتصال قد انقطع، لعله يعود معنا في سياق هذه الفقرة. أيضا مشاهدينا الكرام، يعني اعتبر البعض أن حالات هذه الحالات أو حالات الإفراج ما هي إلا ضغط كبير من بعض المنظمات الحقوقية ومن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مثلا، يعني من أجل تنفيذ يعني بعض الوعود من قبل نظام السيسي، وهذا الموضوع كنا سوف نود أن نطرحه مع السيد محمد. يبدو أن السيد محمد عاد معنا من جديد. أهلا ومرحبا بك سيد محمد، تفضل. أنا بيك. أنا يعني حابب أؤكد على ما أكدت عليه سابقا. نعم. هذا هو حق الناس، هذا هو حق المعتقلين. الأعداد في داخل المعتقل تقدر بما يزيد عن 60,000، فإذا أدرك عبد الفتاح السيسي عن 500 أو حتى عن 1,000 أو حتى عن 10,000، فهو بذلك يعني يقتطع من نصيب ومن حق المعتقلين. ولا أقول في هذا الأمر إلا كما قال المرحوم غسان كنفاني، يسرقون رغيفك ثم يعطونك منه كسرة ثم يعيرونك يا لو صاحب. يعني مسألة هنا عبد الفتاح السيسي كما قلت لحضرتك في مسألة بمنطق الشو ومنطق اللقطة، يقول للمجتمع الدولي أنا حريص على يعني الحريات، أنا حريص على حقوق الإنسان، لكن الحقيقة غير ذلك تماما، لأنه في اللحظة اللي بيفرج عن هؤلاء بيتم اعتقال هيثم محمدين ويتم اعتقال الشيخ محمود شعبان وبيتم اعتقال آخرين، لأنه مسألة عبد الفتاح السيسي مقدم على خطوات هو يعلم جيدا أنها لن تلاقي قبولا شعبيا، وسيكون يعني الرفض الشعبي والرفض المطلق لها هو زي الموقف، فهو حريص على أن يكون هؤلاء
في داخل السجون حتى لا يواجه رفضا لإجراءات. نعم سيد محمد، يعني هذا ما كنت أود الحديث عنه، يعني البعض اعتبر أن حالات الإفراج هذه تمثل إعادة انتشار بالمفهوم العسكري، أي إخراج المعتقلين وإدخال البعض الآخر، يعني لمواجهة نوعا ما التكدس الذي حصل في السجون المصرية في هذه الفترة. يعني هناك إحصائية بلغ عدد السجون أو التكدس في السجون المصرية حيث بلغ أكثر من 400% حسب تقرير سابق للتنسيقية المصرية لحقوق والحريات. ما أزال ملتحظ حضرتك، هو في النهاية عبد الفتاح السيسي حريص على ألا يعني يكون هناك ثقبا في جدار حريات في مصر. هو بنى جدار خوف وحريص على أن يستمر هذا الجدار. نعم. لا يمكن أن يحدث بنفسه ثقبا في هذا الجدار، هو حريص على أن يغلق المجال العام إغلاقا تاما ولا يمكن إتاحته من خلال الإفراج عن هؤلاء. إذا نظرنا نظرة مدققة للحالات المفرج عنها فسنجد أن أغلبهم قد قاربوا على يعني إنهاء فترة محكوميتهم إذا كانوا محكومين، أو أن بعضهم يعني يعاني مشاكل جامة في داخل السجن فهو يريد أن يستريح. المسألة لا تخرج عن إطار اللقطة والشو، لكن عم بفتح سيتي هل يمكن أن يحدث جدار بيده في المجال، يحدث ثقبا في جدار الخوف الذي بناه؟ لا يمكن بأهل الأحوال. هل عبد الفتاح السيسي يمكن أن يفتح المجال العام ولو الوهلة؟ هو يعتقد أن خطأ الاستراتيجي الذي أخطأه مبارك هو نعم. أنه يعني أعطى فرصة وأعطى نفسا للمجال العام في مصر فصار عليه الناس، هو أعتقد كذلك. لكن المسألة أن هذا أن الثورة على النظام الذي لا يتيح هذه الفرصة ستكون أخطر وأعمق وأطول بإذن الله. نعم سيد محمد، يعني في التقرير الذي تابعناه قبل قليل، يعني أيضا التقرير تطرق أنه من الممكن الضغوطات الأمريكية والأوروبية الكبيرة التي وقعت على نظام السيسي لربما كانت يعني من أحد المسببات التي سببت بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين، كيف ترى هذا الموضوع حضرتك؟ طيب أنا أختلف يعني قليلا مع هذا الأمر. الضغوط قد تكون يعني إعلامية وفقط في يعني بشكل تقارير إعلامية، صحيح أنه هذه التقارير الإعلامية تحدث ضغطا على الحكومات والحكومات تطمع في فتح السيسي خف المسألة شوية. نعم. المسألة ما ينفعش تكون بهذه الفجاجة. عبد الفتاح السيسي بكل التأكيد يستجيب من خلال بعض الإجراءات، لكن عبد الفتاح السيسي لن يحدث بناء على هذه الضغوطات أي انفراجة حقيقية في ما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر. المسألة بالنسبة له حياة أو موت. خلينا نكون واضحين، عبد الفتاح السيسي يعتقد اعتقادا جازما بأن هؤلاء المعتقلين السياسيين في داخل السجون المصرية إذا خرجوا فيعني سيقودوا حراكا ضده، والمسألة يمكن أن تصل إلى حد محاكمته ووقوفه في مكانهم في داخل القضاء. هذا ما يعتقده عبد الفتاح السيسي، وعبد الفتاح السيسي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعني يحدث أي انفراجة على في حقيقية في مجال حقوق الإنسان أو وضع المعتقلين. نعم وصلت الفكرة، شكرا لك جزيل الشكر المحلل السياسي المصري السيد محمد الجبة، شكرا لك على المشاركة معنا في هذا البرنامج. إذن كما تابعتم مشاهدينا الكرام حديث المحلل السياسي المصري السيد محمد الجبة، والذي اعتبر أن أطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الآونة الأخيرة والبالغ عددهم يعني أكثر من 560 شخص لا يمثل يعني أي شيء بالنسبة لنظام السيسي النظام الانقلابي في مصر، لأنه هناك حالات من التكدس الكبيرة في مصر، وهناك الآلاف من المعتقلين معتقلين الرأي والمعتقلين السياسيين في داخل السجون المصرية. شكرا لك على كل حال على المشاركة معنا المحلل السياسي المصري السيد محمد الجبة، والشكر لكم موصول مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. وصلنا إلى ختام جولة الصحافة، فاصل قصير ويصحبكم الزميل صلاح بابقي إلى حوار جديد من حوار المنتصف. شكرا لكم وإلى اللقاء.